قتل أكثر من 15 حوثيا خلال مواجهات مع قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة في جبهة المخدرة غرب محافظة مأرب. وبحسب مصدر عسكري فإن معارك عنيفة أسفرت عن سقوط 15 مسلحا حوثيا في جبهة المخدرة، كما دارت اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة بمنطقة نجد المجمع جنوب محافظة مأرب. وأسفرت المعارك عن مصرع عدد من عناصر ميليشيا الحوثي، وتخوض قوات الجيش مسنودة بالمقاومة معارك مستمرة في عدد من جبهات القتال بمحيط محافظة مأرب منذ أكثر من شهر، وكبدت الميليشيا الإنقلابية خسائر مهولة. وللاطلاع أكثر على التطورات الميدانية في جبهات مأرب ينضم معنا مراسل يمن شباب عمر المقرمي. عمر، ضعنا في آخر تفاصيل الجبهات في مأرب. نعم هشام، حتى هذه اللحظة وأنا أحدثك من هنا من مدينة مأرب، المعارك مستمرة على أطراف محافظة مأرب وخصوصا في جبهة المخدرة، حيث تدور هناك اشتباكات عنيفة منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم. هناك المواجهات على أشدها بين قوات الشرعية وجماعة الحوثيين في جبهة المخدرة. مصادر ميدانية من هناك أكدت أن هناك ما لا يقل عن 15 حوثيا قتلوا وأصيب آخرون بنيران الجيش الوطني. في المقابل استشهد 6 من قوات الشرعية، 4 منهم من القبائل المساندة لقوات الجيش الوطني في هذه الجبهة. في جبهة نجد العتق شرق العاصمة صنعاء المجاورة أو القريبة من هذه الجبهة، من جبهة المخدرة، شنت مقاتلات التحالف العربي هناك ما لا يقل عن 10 غارات جوية على مواقع الحوثيين، واستهدفت تعزيزاتهم الواصلة إلى تلك الجبهة من صنعاء. مدفعية الجيش أيضا أحرقت عربات عسكرية تابعة للحوثيين في تلك الجبهة، وكذلك في منطقة الجفرة والمحزام في جبهة صلب بمديرية نهم شرق العاصمة صنعاء. وأنا أحدثك الآن هشام أيضا المواجهات تدور في جبهة ماهلية بين ميليشيا الحوثي وقوات الجيش الوطني، غارتان جويتان شنتهما مقاتلات التحالف ظهر اليوم على مواقع الحوثيين في تلك الجبهة، وقصفت أيضا تعزيزات الحوثيين قادمة من محافظة البيضاء إلى جبهة ماهلية التابعة لمحافظة مأرب. الجبهة المعارك مستمرة حتى هذه اللحظة، القصف الجوي مستمر على مواقع الحوثيين، قوات الشرعية تحاول جاهدة وبقدر الإمكان أن تحول هذا أن تتحول من موقع الدفاع إلى الهجوم. الضغط الحوثي أيضا مستمر على مأرب، الهجمات الحوثية أيضا مستمرة على مأرب في أكثر من جبهة، في جبهة صرواح وفي جبهة المخدرة وكذلك في مجزر، وحيث تدور المواجهات حاليا في جبهة ماهلية التابعة يعني عند قبائل مراد التابعة لمحافظة مأرب. المواجهات شديدة حتى هذه اللحظة هشام. نعم. وهذه هي آخر الحصيلة التي استطعنا أن نحصل عليها من مصادرنا خلال الساعات الماضية، والمواجهات الآن مستمرة. نعم، من مأرب مراسل يمن شباب عمر المقرمي، كل الشكر لك.